في بلدنا رمضان ليه طعم خاص، يعني مهما تسافر في حتى يعني بلدان أخرى تجد في مصر رمضان آخر. طبعا الطقوس الدينية والعبادة والصوم والصلاة والتراويح وكل هذا الجميل المصريين دايما يعني حريصين عليه كل الحرص، ولكن الشق الاجتماعي في رمضان في مصر تحس كده، يعني أنا دلوقتي بشم ريحة البيوت وهي تستعد، من بقى الناس تهتم بحاجة رمضان والبيوت والزينة والشوارع الجميلة والحارة المصرية، وتلاقي الأهل ده والأهل ده والناس تعمل الفوانيس ويعملوا الورق اللي بيزين الحارة المصرية. الشكل ده مش موجود غير في مصر، والحقيقة احنا يمكن كلنا جيل ورا جيل بتلاقي كلنا حريصين على هذا الشكل الاجتماعي، هو بيكمل عندنا الروحانيات. يعني يمكن الشكل الاجتماعي بيبقى موجود جنب الروحانيات والعبادة والصوم والصلاة. ده بيحضرني أنا بحس كده، أنا عشت كتير فترات برا مصر، كنت دايما أحب قوي يعني حريصة جدا تسمع أذان المغرب الشيخ محمد رفعت بأذان المغرب حاجة بديعة، وتسمع كمان صوت النقشبندي، مفيش أحلى من كده. النقشبندي ليه حكاية جميلة جدا مع رمضان. الحكاية بدأت مع بليغ حمدي، كانوا الاتنين معزومين في حفل يعني حفل أعتقد كان زفاف أو يعني حفل خطوبة لابنة الرئيس الراحل الزعيم أنور السادات، وكان الشيخ النقشبندي معزوم الحقيقة في هذا الحفل. وكان وقتها يعني الرئيس أنور السادات من حبه للشيخ النقشبندي طلب من أنه لازم يبقى موجود في الإذاعة، وأنه بليغ حمدي يعمل له ألحان. طبعا وقتها الشيخ النقشبندي وافق وقال تمام وكده، بس بعد كده راح طبعا الإعلامي الكبير الله يرحمه ألف رحمة وجدي الحكيم، وقال له معقولة بقى أنا بعد ده كله هغني ولا هعمل الحاجات الروحانيات بتاعتي والتوشيح على أغاني بليغ؟ ده ينفع؟ طبعا بليغ كان صيته عالي وقتها ومع السيدة أم كلثوم ومع عبد الحليم، فخشية شوية الشيخ النقشبندي إزاي هيبقى هو وبليغ يتقبلوا يعني. وقتها طبعا يعني الإعلامي الكبير وجدي الحكيم قال له طيب أنا هتفق معاك اتفاق، ادي فرصة شوف بليغ بيحضر لك ايه، وهنروح الاستوديو وهعمل معاك علامة، لو انت قلعت الجبة اللي فوق يعني هيبقى ايه، انا هعرف كده ان انت مش يعني ان انت كده موافق. فضلت لابسها يبقى خلاص انا هعتذر لبليغ وما فيش حاجة. دخلوا الاستوديو، سابهم الأستاذ وجدي الحكيم، بعد شوية رجع لقى الشيخ النقشبندي قلع الجبة والقفطان وقاعد بقى مع بليغ وقاعد بيسمع، وقال له إيه ده، بليغ بيقدم حاجات روحانية وتوشيح جميلة. ومن هنا خرجت مولاي يا مولاي اللي بنسمعها دايما ونحب نسمعها في الراديو ونحب نسمعها في بيوتنا، وبتبقى ماشية مع الطقوس الجميلة بتاعت شهر رمضان. الشوارع المصرية بدأت تتزين بالفوانيس وبالبهجة، وأجمل شيء هو الفانوس المصري القديم اللي صنعه المصري بإيده بالإزاز بالنحاس بالحديد، أنا شخصيا بحبه وببقى سعيدة جدا أنه ما فيش استيراد للفانوس الصيني اللي كان بيقعد حتى يقول حاجات مش بتاعتنا. فأنا دلوقتي ببقى سعيدة جدا، هتشوفوا حتى الشوارع كلها تتزين. أنا من الناس بحب كده ألف وأشوف واشتري الفانوس، وكل سنة حتى فانوس صغير وإن كان بيدي بهجة كده بجد وبيدي بهجة. وتلاقي زي ما مخرجي قال الفانوس أبو شمعة ده ما بقاش موجود كتير، بس فعلا هو فانوس جميل، ودلوقتي بيحطوا فيه بقى لمبة وأشكال وأنواع كتيرة. رمضان على الأبواب، يا رب يدخل عليكم بكل الخير. وعلشان رمضان على الأبواب هتلاقي الدولة كمان في انتباه كبير جدا خاص بالسلع وخاص بكل حاجة بتخص هذا الشهر الكريم، علشان المواطن المصري يقدر يستمتع ويقدر يعني يكون قد شهر رمضان مصروفاته والسلع وكل الأشياء، رغم أنه شهر على فكرة بسيط. والصيام معناها أن احنا نقلل حاجتنا قد ما نقدر ونساعد الغير، يعني القادر لازم يطبطب على اللي جنبه واللي مش قادر، وده بالذات الأوقات اللي احنا فيها دي أحسن وقت أنت تعمل العمل كده من قلبك، وتشوف مين الأقربون أولى بالمعروف، أي حد في منطقتك في شارعك في عيلتك، فتبقى أنت كمان بتطبطب عليه وبتساعد كمان بحاجات كتير. تعالوا نشوف كده وزارة الداخلية اللي بتواصل حملاتها الأمنية للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بسعر
أزيد من السعر المحدد لها. والحقيقة في مجهود كبير جدا مبذول في الشارع المصري علشان ضبط الأسعار. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار. وإحنا عارفين إن في ناس بتتحايل كتيرة جدا، وكل ما الناس بتتحايل الحقيقة الشرطة والداخلية بتحاولوا في ضبط كبير للأسعار ولكل الأشياء. تعالوا نتابع كده بالصوت والصورة هذا التقرير، ثم نعود ونستكمل معاكم باقي فقرتنا الخميس التاسع. تفضل. تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها استغلالا للظروف الدولية الراهنة. وأسفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام مالكه بحيازة أكثر من 18 طن من سلع غذائية متنوعة، بأن قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار، وتمكنت الإدارة من ضبط 75 طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأية مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرز بالدقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء. واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمافيا التلاعب بالأسعار، نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر، قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكرونة وسكر معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة. وأسفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط قرابة 20 طن أرز ودقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها. الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة، وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق. وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها. أنا حابة أبدأ معاكم ببعض المتابعات المهمة. الفترة اللي فاتت شهدت الحقيقة جدل كبير جدا بسبب سعر رغيف العيش السياحي.
رغيف العيش السياحي ايه؟ اللي هو رغيف العيش الغير مدعم اللي كلنا بنروح نشتريه من الافران او بيبقى موجود في اي مكان وفي الاسواق، خاصه في ظل الظروف الصعبه اللي بيعيشها العالم كله. اعتقد حضراتكم بتتابعوا كل يوم سواء من نشرات الاخبار او من الجرائد او من اي حاجه كميه الاخبار اللي موجوده والخاصه بالحرب الاوكرانيه الروسيه، وطبعا ده مش بس في مصر ولكن على نطاق العالم كله. الدوله المصريه بتحاول كل قدرتها انها يعني تخفف وتشيل العبء من على المواطن، وده من خلال المنافذ اللي بتقدم السلع والمنتجات باسعار منخفضه ومدعومه. وكمان الحقيقه ما ننساش قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف العيش، والحقيقه احنا كلنا محتاجين لهذا التسعير علشان يبقى فيه انضباط، يعني يبقى فيه انضباط كامل على كل المخابز وكل المرافق اللي بتقوم أو اللي بتقدم رغيف العيش. وطبعا ده هيكون من خلال حملات مستمرة بالضبط على تلاعب، أي تلاعب ممكن يكون موجود في الأسعار، وكمان يبقى في ضبط طول الوقت. الحقيقة المجهود زي ما الدولة بتقدمه، زي ما المستهلك كمان هيكون عينه مع الدولة، زي ما التاجر كمان لازم زي ما بنقول يراعي ربنا، يعني لما هيكون في تسعيره كمان الناس كلها هتبقى مرتاحه، لانه كله هيبقى عارف ثمن رغيف العيش العادي بكام، فلما هيروح يشتري هو عارف يا عم اديني 10 اديني 20 اديني 5 ادي الفلوس زي ما تم التسعير. والحقيقه التسعيره دي هتبقى لفتره لحد ما يحصل انضباط في الاسواق. تعالوا نعرف اخر التطورات اللي حصل الحقيقه في هذا الموضوع، موضوع رغيف العيش وطبعا سعره، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، وخصوصا ان احنا المصريين فكره اللي هو احنا دايما نقول ايه لقمه عيش، يعني لقمة العيش دي، بس احنا كمان كأهل وكلنا الحقيقة في بيوتنا عندنا عادات كتيرة جدا. أنا طول النهار أقعد أقول لا احنا لازم كل حد، كل الفئات وكل الناس، مفيش حاجة اسمها أصل ده عايش في برج مش حاسس، كل واحد عنده مسؤوليات. ما هو ممكن اللي أنت بتقول عليه عايش في برج وعنده مسؤوليات كمان اجتماعية، يعني عنده ناس في رقبته، عنده ناس بيساعدهم، عنده ناس في عيلته، عنده ناس من اللي بيخدمه اللي موجودين عنده في بيوته، فإذا كل فئات المجتمع عليها إن هي يعني تاخد بالها كمان من الموضوع ده. تعالوا كده يعني نعرف مزيد من المعلومات من خلال الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. يعني حضرتك قول لنا اخبار موضوع تسعير رغيف العيش والاجراءات هتبقى ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه بس عايز ارجع مع حضرتك في كلمه انت قلتيها دلوقتي على التسعير ده، هيريح الدنيا. طبعا هيريح الدنيا، وتدخل الدوله في الوقت المناسب تدخل جميل جدا، وخصوصا تدخل فخامه رئيس الجمهوريه. لكن اللي انا الكلمه اللي عايز اراجع حضرتك فيها ان التسعير او زياده التسعيره بالنسبه لرغيف الخبز دي، ده مش مصدرها الرئيسي صاحب المخبز بس. لا، ان صاحب المخبز ده هو الايد الاخرانيه اللي بتقدم الرغيف للمواطن. اذا اللي بيمدوا الناس اللي بتمدهم بقى بالدقيق وكل الاشياء، يعني طبعا برافو عليك يا برافو عليك. فدي هي دي هو ده مربط الفرس بالنسبه لزياده الرغيف. طبعا. لكن اقدر اطمن حضرتك ان بعد التفويض اللي اتعمل من دوله رئيس الوزراء طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس للكل، التفويض اللي طالع لمعالي الدكتور الوزير علي المصلحي عشان خاطر يقوم بتسعير الخبز، وعمل ميزان ليه موازين محدده، ومع تسعير القمح اللي هيوصل للمطاحن اللي طبعا هتنتج ال 72، ومع تسعير الدقيق اللي هيطلع من المطاحن ال 72 صاحب المخبز. طبعا دي كلها حلقه متصله ببعضيها. طبعا ان شاء الله هيتم الدراسه فيها من خلال الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله، على الحد او الاثنين على الاكثر، الامور كلها هتتضح وهيصدر التسعيره الجديده دي، هتظهر للنور بالنسبه للرغيف وانواعه، وبالنسبه لطن الدقيق اللي هيوصل لصاحب المخبز. تمام، يعني اذا احنا في انتظار. احنا زي حتى الصوره كمان شايفين احنا يعني الحصاد بتاع القمح وبعدين التخزين بتاع القمح، ما هي عمليه متكامله لحد ما يوصل الى يتحول الى دقيق، ومن الدقيق يبقى رغيف العيش في المخابز. لكن برضه عايز اطمن حضرتك واطمن الساده المواطنين ان المعروض كتير جدا والاسعار ثابته، والدقيق سعره نزل بقاله 4 5 ايام النهارده،
الدقيق سعره نزل، فما فيش اي قلق، ما فيش اي خوف من ناحيه اي سلعه، وخصوصا السلعه الغذائيه بجانب العيش كمان. طبعا كل حاجه متوفره يا جماعه وبكثره. صحيح، وكمان هيبقى التسعير على كافه محافظات جمهوريه مصر العربيه، فده شيء جيد جدا انه انا اجيب العيش بقى من المنصوره، من الصعيد، من بحري، من ابلي، من اي حد، هي تسعيره واحده للعيش. لا، تسعيره واحده وميزان واحد وسعر طن واحد، هتبقى كلها حلقه واحده متكامله. تمام، خلاص، بالهنا والشفاء على قلوب المصريين في رمضان، ويبقى شوية عيش زي الفل دايما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. زي ما حضراتكم سامعين، لأنه رغيف العيش بالنسبة للمصريين مهم، يعني مهم جدا. في ناس أكلها كله بالعيش، خضار وفول وسحور كمان احنا علينا دور كبير جدا. وانا عارفه انه الست المصريه هي ست بطبيعه الحال ست جميله ومدبره لبيتها ولاهلها، وفكره انه اللي هيفيض عندي هيروح لغيري، يعني في ناس كمان بتبقى محتاجه، ويبقى عندنا احنا كمان حاجات كتير نقدر نتعامل معاها، الزياده هتروح لاهالينا برضو اللي محتاجين. طيب تعالوا كمان احنا يعني نكمل ونشوف برضو بعض الأحداث. زي ما قلنا، إحنا مش دايما عايشين في عزلة، يعني إحنا في نفس الأحداث، عايشين نفس الظروف، وكلنا مع الشارع المصري. حاولنا نفكر معاكم يعني في حلول بديلة، خاصة في شهر رمضان، ومع التأكيد إنه الإفراط في الأكل والحلويات. يعني أنا ساعات بصراحة يعني بلاقي، بحب فكرة إنه الصيام اتعمل علشان الأكل يقل، وإحنا نشعر شوية بالناس اللي محتاجة أكتر، فبتلاقي أنت العزايم والناس انتحار على الموائد، يعني اللي هو معقولة، أنتوا عارفين حتى الأفلام اللي بتاعت معقولة هجيب فراخ ولحمة ومكسرات وحاجات، وبعدين بنشتكي من الأسعار. ما هو ده كمان يعني عايزة أقول عبء علينا كلنا، عبء على الأسرة. يعني لما بنشوف مثلا الأوروبيين لما بيروحوا يشتروا حاجاتهم، بتلاقي في الأسواق ما بيشتروش عادة هم بالكيلو، دي كيلو دي مش موجودة قوي، بيشتري بالطبق. يعني ممكن قوي أسرة مكونة من 4 أشخاص، فتلاقي كل حاجة عبارة عن 4 قطع، 4 قطع فاكهة، 4 قطع لحمة، 4 قطع فراخ صغيرة، هو ده اللي بيمشوا عليه. فبالتالي بتبقى بيقدروا يتنفسوا شوية في الميزانيات بتاعتهم، وكمان في نفس الوقت انت بتحافظ كمان على صحتك، لانه المفروض انه حتى كل الاطباء يقولك لما تدخل شهر رمضان مفروض ان احنا نخرج من هذا الشهر الكريم يعني نكون وزننا بالعكس أقل شوية، تكون صحتنا أفضل، نكون أكلنا الأكل اللي يعينك على الصيام، يديك طاقة، يبقى متنوع، ويبقى فيه كده شكل كده صحي. وبلدنا مليانة حاجات حلوة، مليانة كمان، احنا داخلين شهر إبريل اللي هو يعني شهر الربيع، يعني يقول لك المثل برمجهات ولا برمهات روح الغيط وهات، فاحنا عندنا بقى كل الخضروات والحاجات الحلوة نجيبها، وكل ما ناكل خضار وفواكه هيدي طاقة. بس احنا فكرنا كده في التسعة نفكر معاكم بدري شوية، ونبدأ نحضر معاكم سفرة رمضان من دلوقتي. يعني نبدأ كده ورقة وقلم، وتعالوا نفكر اللي عايز ياكل صحي، اللي عايز وزنه يبقى أقل، اللي عايز يبقى كمان تقدر تعزم أصحابك وناسك بنفس نوعية الأكل دي. فقررنا نفكر معاكم، هتشوفوا كمان بالصور. معنا الدكتورة بسمة يسري، دكتورة بسمة استشاري التغذية. كمان دكتورة بسمة هتكلمك عن أفكار كتيرة جدا ووجبات نقدر نعملها وصحية وفيها يعني تناسب كل الناس وكل الأعمار وكل الفئات، ممكن تتبسط منها في شهر رمضان، وهتمشي كمان مع الأوضاع الاقتصادية اللي احنا موجودين فيها. يعني كمان انت ممكن يعني كده بورقة وقلم من قبل، احنا هو النهاردة الخميس، لسه قدامنا يعني لسه 10 أيام أو أكتر، نقدر نقول والله أنا في شهر رمضان على الأقل. على فكرة الميزانيات يقول لك إيه في العالم، أنت ممكن تمشي 3 أيام أو تمشي أسبوع، فأنت في الأسبوع الأول ممكن تبدأ تقول أنا ممكن أكل إيه على سفرة رمضان أو على مائدة السحور. طيب تعالوا ندخل على وصفات ونشوف دكتورة بسمة يسري استشاري التغذية هتقول لنا إيه. مساء الخير يا دكتور.
مساء النور، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. يعني انا نفسي متشوقه اعرف الوصفات دي ونحاول نبسطها كده للناس. اتفضلي. طيب احنا مبدئيا كده فتره الصيام دي فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نقدر نحافظ على الوزن بتاعنا، علشان هي نعمه حلوه جدا. يعني الصيام بدا يبقى ترند عالمي ما يطلق عليه الصيام المتقطع. لو احنا اخذنا بالنا طبعًا. الصيام هو نفس فكره الصيام المتقطع، يعني مزبوط. احنا بناكل في خلال فتره معينه وبنصوم ساعات معينه. لو قدرنا نحافظ ان احنا الفتره اللي احنا بناكل فيها مثلا تبقى 8 ساعات، وبيبقى مين اللي هو ده اللي بيحصل ان طبعًا. احنا بنفطر مثلا على الساعه 6 وبنتسحر على الساعه 2، فبيبقى مزبوط. 8 ساعات بناكل فيهم ونصوم 16 ساعه، وبكده جسمنا يبدا يحرق دهون ونحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه ومستوى السكر في الدم. فهتبقى حاجه فرصه حلوه جدا ان احنا ننزل في الوزن أكيد. مع تنظيم بسيط بس في الاكل. طيب يعني خلينا وتنظيم الوجبات اكيد. خلينا نقول انه اللي هنتكلم عليه دلوقتي مناسب لكل الفئات وكل الاعمار، وبالذات اهالينا اللي عندهم بعض الامراض المزمنه. بالظبط كده. يعني احنا اول حاجه احنا بنبدا الفطار بتاعنا. طيب هنبدا نعرض مع حضرتك كمان صوره صوره وحضرتك بتتكلمي. اتفضلي. اتفضل. احنا اول حاجه خالص بنبدا الفطار بتاعنا زي ما يعني هي سنه نبويه، ان احنا بنبدا بتمر. التمر يعني بيظبط مستوى السكر في الدم، صحيح. وكمان ان هو بيدينا طاقه، فدي حاجه كويسه جدا. بعد كده نبدا ناخد شوربه. طيب يعني هنشوف صور. انا شايفه حضرتك حاطه كذا نوع من انواع الشرب. بالظبط كده. كل الشرب دي نقدر في متوفر ايدينا ان احنا نقدر نعملها في انا شايفه البيت. لسان عصفور، عدس، بالظبط، طماطم، شوربه عدس، كوسه اعتقد، مشروم، شوربه كوسه وشوربه مشروم وشوربه خضار. مشروم. طيب انا برضو علشان برضو نقربها دكتوره بسمه، لانه في ناس هتقول لك ايه يا عم انا هاكل مشروم انا يا عم. لا يعني دي حاجات متوفره، المشروم موجود في الاسواق، وشوربه لسان العصفور طبعا موجوده، والكوسه يعني من الخضار، والطماطم والعدس اللي احنا نحبه. يعني دي اوبشنز مختلفه عشان مش كل الناس اذواقها زي بعض. طبعا دي كلها حاجات متوفره نقدر نجيبها بسهوله. الفكره ان الشوربه اساسها ان احنا بنفطر عليها ليه؟ علشان احنا جسمنا بيفقد معادن خلال فتره الصيام. تمام. فاحنا الشوربه نفسها تقدر تمدنا بالمعادن اللي الجسم بتاعنا فقدها، وكمان علشان يعني سوائل للجسم بتاعنا اللي احنا فقدناها. فاحنا نفطر بالتمر زي ان احنا بعد كده ناخد الشوربه، بعد كده ممكن نقوم نصلي المغرب ونرجع نكمل الفطار بتاعنا. طيب. ده المفروض يعني ان احنا نعمله علشان صحه الجهاز الهضمي ما ندخلش بره واحده ويبقى بالراحه يعني واحده واحده. والحقيقه المصريين بيعملوا يعني معظمهم بيحبوا يصلوا المغرب وبعدين يكملوا فطارهم. طيب احنا كده هندخل على الفطار، فنشوف الفطار كده معاكي، نشوف الصوره الاولى والوجبات المقترحه. نشوف معاكي كده الصوره الاولى، في هنا رز وفي هنا لوبيا وسلطه وقطعة فراخ أو قطعة كده. لحمة يعني بروتين يعني. قطعة بروتين بالظبط كده. ليه؟ احنا انا حاطة قطعة بسيطة صغيرة مش كبيرة علشان اللوبيا اوريدي فيها نسبة بقوليات، فيها نسبة بروتين وفيها نسبة نشويات، فاحنا أيوة. يعني اللي يقدر يوفر اللحمة او الفراخ مفيش مشكلة، اللي يقدر يستغنى عنها ممكن برضه، بس أيوة. ناخد اللوبيا كبديل ان هي فيها نسبة بروتين. وممكن اللوبيا تبقى الفاصوليا البيضاء زيها. بالظبط. اي بقوليات يعني بالظبط، فاصوليا بيضاء او لوبيا او عدس، تمام. الثلاثه فيهم نسبه بروتين حلوه جدا. بس احنا اهم حاجه ناخد بالنا من كميه الرز اللي احنا بناخدها. طيب الصوره يعني الثانيه دي بقى يا حبيبه المصريين، يعني المحشي ده يعني بيبقى بالزبط. يعني طبق شهير جدا على مائده الفطار. فهنا المحشي بالزبط. كوسه وجنبيه سلطه اعتقد. وهي ممكن نحط فيها لحمه مفرومه ويبقى فيها البروتين بتاعنا، يعني يبقى فيها كلها نسبه البروتين فيها كميه، بس اهم حاجه كميه الرز اللي احنا بنحطها برده. طيب هنا السؤال، لانه كمان دكتوره بسمه الناس احيانا بيتعاملوا مع اللحمه المفرومه على انها كده رفاهيه يعني، وكانها يعني ايه، يقول لك طب فين اللحمه بقى. فهنا احنا خلينا نقول ان الطبق ده كامل الوصفة، مكتمل العناصر كلها، مكتمل كل العناصر الغذائية. أيوة، في نسبة نشويات علشان الرز، في نسبة خضار وفيتامينات ومعادن، وكمان نسبة البروتين اللي هي موجودة اللحم المفروم، عشان كده تبقى كلها على بعضها، إلى جانب السلطة علشان طبق السلطة طبعا المواد المضادة للأكسدة والمعادن وعلشان طيب. يشبعنا. خليني برضو أجاوب، لأن ناس كتير تقول لك إيه ما بحبش الكوسة وعايز ياكل محشي، فإذا إحنا نقول ممكن فلفل، عادي ممكن بتنجان، هي نفس نوع اي نوع من انواع المحشي يعني.
هو المحشي مش حرام خالص يعني ان احنا ناخده في رمو يعني في أيوة. في الاكل اصلا او في الدايت خفيف مفيش منه اي مشكله خالص، هي بس نقلل بس الدهون، اهم حاجه طريقه الطبخ. بالظبط كده تمام. اهم يعني كميه الدهون اللي احنا بنحطها، ما تبقاش يعني كميه شوربه كامله الدسم او كده. تمام. واحنا برضو بنفكر الناس ان انت خدت الاول تمره وخدت شوربه، وده يعني ده الصنف الثالث يعني. ما هو الصنف الثالث ده بقى عشان لو التدرج ده، علشان احنا بنتدرج في الاكل مش هنقدر ناكل كميات كبيره طبعا. يعني هنا بالزبط. هنا برضو ده طبق حبيب المصريين، كشري بالظبط كده، وخضار جنبه، خضار سوتيه او ايفر، وجنبه سلطه. طيب في ناس اهالينا البسطاء ما بيحبوش السوتيه، خلينا نقول الحقيقه، ممكن يعملوا بالسلطه وخلاص يعني، او ممكن يعمل الخضار. مثلا يعملوا ني يعني، يعمل فاصوليا، يعمل بسله ني او يعني يكتر السلطه جنب الكشري. وما فيش مشكله خالص بغنى عن الخضار نفسه اللي موجود يعني. طيب. بس اهم حاجه في الكشري لو هنعمله بطريقه صحيه ان احنا نزود العدس عشان نبقى مزودين البروتين. طيب. ونقلل النشويات نفسها، المكرونه يفضل ان احنا نقللها خالص، لكن الرز بقى نحطه عادي ما فيش مشكله، بس والعدس نزوده. طيب. علشان يبقى بطريقه صحيه. الحاجه الاخيره قبل ما اختم معاكي دكتوره بسمه هي السحور، فالسحور برضو في ناس ما بتتسحرش خالص على فكره، وفي ناس طبيعه شغلها العامل هينزل يشتغل هيبقى لازم يكون عنده وجبه سحور، فالسحور برضو قولي لنا حاجه سريعه فيه. هو السحور يفضل جدا ان احنا ناخر ميعاد السحور على قد ما نقدر. تمام. وهو برضو سنه نبويه ان احنا نتسحر علشان يبقى فيه بركه، علشان الجسم بتاعنا ما يطولش فتره الصيام اكتر من 16 ساعه، احنا يعني لما فتره الصيام تبقى اكتر احنا بنحرق كميه الجلوكوز الموجود في الجسم بتاعنا، وكمان ما بيبقاش عندنا طاقه. فيفضل ان احنا نتسحر حتى لو حاجات بسيطه، بمعنى ان يبقى مثلا لازم حاجات تحافظ على ان احنا ما نعطش ثاني يوم، فناخد مثلا زبادي، ناخد مثلا لبن رايب، ناخد مثلا بروتين. في ناس الفول اساسي بالنسبه لها في السحور. بالظبط كده، لسه كنت بقول الفول بالظبط مهم جدا علشان بيقعد في المعده فتره طويله وبيتهضم بعد 6 ساعات، فعبال ما يبدا يتهضم بياخد فتره، فبيخلينا ان احنا مش جعانين لتاني يوم. تمام. والى جانب بقى النشويات يعني العيش، عيش بلدي تمام ما فيش منه مشكله، بس الكميات برضو ناخد بالنا منها، نزود يقلل العيش ويزود سلطه معاه فيبقى هيقدر يشبع اكتر. ورقيات اهم حاجه، الورقيات اكيد، شويه جرجير، ده الجرجير ده وقته هيبقى حلو جدا، الخس والجرجير بالظبط كده علشان العطش بتاعنا. فتحتي نفسنا. المية طبعاً. طبعا طبعا المية اساسي. فتحتي نفسنا، وكل سنه وحضرتك طيبه، وان شاء الله تكون حاجه كل اللي قلناه ده يكون فيه فايده لكل مشاهدينا. بشكرك جدا دكتوره بسمه يسري استشاري التغذيه، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا يعني حاجه جميله جدا انه يعني رمضان كده ببهجته، لكن في النهاية كل حد بيقدر يحضر السفرة بالطريقة اللي هو بيحبها، المهم إنها تكون حاجة كده صحية. طيب عايز أخدكم لخبر كل الرياضيين بيتابعوه، وكل محبي محمد صلاح، مو صلاح، كل الناس بتتابع العقد الخاص بتاعه، تجديد عقده مع ليفربول وإيه اللي حاصل. لكن الحقيقة جد جديد أنه طبعا إحنا عارفين أنه كشف التقارير صحفية إسبانية أنه نادي برشلونة بيرى أنه ممكن يضم محمد صلاح، وأنه يعني يبقى في مبلغ 70 مليون يورو علشان يقدر يضم محمد صلاح ويعرض ده على النجم المصري محمد صلاح. والحقيقة كمان برشلونة يعني عنده اللاعب النرويجي اللي بيحاول ان هو يتعاقد معاه، ونفس اللاعب الحقيقة بيحاول كمان مانشستر يونايتد في بريطانيا يتعاقد معاه. لكن الجميل ان هم شايفين انه محمد صلاح رغم ان هو ما بيلعبش هجوم، لكن شايفين انه محمد صلاح ممكن يبقى المهاجم اللي هم محتاجينه في برشلونة. طبعا دي حاجة كتيرة جدا وكلام ومفاوضات، واحنا عارفين ان عقد صلاح بينتهي في بداية صيف اخر يونيو 30 يونيو اعتقد 2022، فطبعا لازم يكون في يعني حسم بقى للموقف، خصوصا انه الوقت اقترب وانه لابد انه يبقى في قرار من قبل ليفربول. هنشوف هيعمل ايه، يعني مفاوضات كتير، بس اللي انا عايزه اقوله لكم انه حتى محمد صلاح لو تفتكروا في لقاءات سابقه قديمه كان دايما يسال انت تحب تروح فين، او بتحب ايه، او بتشجع ايه في اسبانيا، فقال لك بشجع البارسا او برشلونه زي ما بيقولوا بالاسباني او برشلونه. فمش عارفين هل هينضم النجم محمد صلاح الى الدوري الاسباني ويبقى موجود،
خصوصا انه عقده في ليفربول هو 250 او 200 استرليني، 250 الف او 200 استرليني. هل ليفربول هيزود ده ويبقى فيه مفاجاه، رغم ان ليفربول عنده سقف على فكره ما يقدرش يتخطاه؟ كل ده هيبقى قيد يعني الاحتمالات والاشياء الكتيره اللي هنحاول نعرفها. خلينا كده ناخد يعني خليني كده يعني زي ما انتم شايفين كمان، اولا كلهم كمان دلوقتي بيسالوا على صلاح، لان صلاح عنده اصابه انه يعود ويلعب، لان في مباراه مهمه جدا قريبا جدا بين ارسنال وليفربول، فانه صلاح يعود قريبا ويلعب. وطبعا احنا منتظرين صلاح في مباراه مصر والسنغال، ان شاء الله يبقى موجود مع الفريق المصري. مفاوضات كتير لكن كلها بتطلعك على انه محمد صلاح ده النجم العالمي، محمد صلاح واحد من اهم لاعبي العالم الان. الغريب ان الناس طبعا عشاق الكره، لو انت دخلت على يعني في بريطانيا النجوم مين اعلى نجم، هتلاقي طبعا رونالدو هو اعلى واحد أجر في بياخد، وصلاح يمكن بيجي ترتيبه رقم 15. خلينا ناخد مزيد من المعلومات. الناقد الرياضي إسلام مجدي، مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى المشاهدين كلهم. إيه الأخبار؟ صلاح في البارسا ولا صلاح إيه الأخبار؟ ولا هيفضل في ليفربول ولا إيه؟ هل ممكن يبقى فيه مفاجآت يعني تحصل في الموضوع ده؟ هو يمكن اللي حصل انفجار للقصة بدري شوية أو شويتين عن ميعادها، يعني هو عقده بيخلص لسه في 2023، هو لسه في موسم ونص، موسم 23 ولا 22؟ 23 فهو يعني لسه بدري، بس طبعا زي ما بنقول كده حروب الوكالة والكلام ده كله طبعاً. وإن قصص زي دي بتتفجر، وبعدين صلاح مش هنقول بقى من أفضل اللاعبين في العالم، بالنسبة لي على الأقل هو أفضل لاعب في العالم، أيوة. فمنطقي ان هو يطلب، وبعدين اللاعب لما بيقرب من سن ال 30 عموما بيبتدي يدور على اكبر عقد هياخده في مصر، يعني اخر اكبر عقد بياخده في التركي، يعني ربنا يزود مسيرته عموما، بس هو بيبقى اخر اكبر عقد بياخده او العقد قبل الاخير بالنسبه لمسيرته، فلازم يدور على اعلى عائد مادي ليه، فالطبيعي ان هو يطلب اعلى عائد مادي. في المقابل ليفربول عنده سقف للرواتب مش بيعديه، لان هو الفرقه معظمها بقى نجوم صف اول، فخلاص فهو في الازمه دي، فبيحاول يقرب وجهات النظر، وهي دايما مفاضلات كبيره بتاخد وقتك. وكاننا بنقول هو صلاح كمان يعني واقف عند السقف بتاعهم يعني في التجديد، بس انا عايز اسالك، هل صلاح هيقدر يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي تو كوب، او ان هو يدخل في طريقه اللعب بتاعت برشلونه؟ خصوصا صلاح برضو الكره الانجليزيه ليها سيستم كده معين، وتحديدا هو بقى له طبعا دلوقتي فتره مع ليفربول، هل ممكن صلاح يدخل في المضمار الاسباني ده؟ هو احنا نقدر نبص على تجربتين ادامه تراوري واوباميانج، هم لسه رايحين اعارات لبرشلونه من قريب وقدروا يقدموا مستوى حتى فاجئ الناس اللي بتتابع الدوري الانجليزي، خصوصا ان هم يعني ما كانوش سوبر مؤخرا. اوباميانج قدم مستويات عظيمه مع ارسنال بس ما كانش سوبر، ادامه تراوري نفس الكلام بس لعيب محفوظ. الدوري الانجليزي صعب جدا طبعا والتنافس عالي جدا، احنا بنتكلم في 6 أو 7 أو 8 فرق بيبقوا بيتنافسوا على 4 مراكز. طبعا ده لا يقال ان الدوري الاسباني هو قوي جدا طبعا، بس صلاح احنا تخطينا سؤال اللي هو هل هو يقدر ولا لا، يعني اعتقد ان هو حاليا افضل لاعب في العالم، فاكيد بالنسبه لي برايي الشخصي هو يقدر طبعا يفيت ان في اي فريق طبعا. او ان هو يتكيف على اي فريق، فانا اتوقع ان هو يعني مش ده هيبقى السؤال، بس السؤال الثاني يعني او السؤال المنطقي هيبقى هل صلاح اصلا عايز يروح برشلونه ولا لا؟ هو ده السؤال. يعني هي الناس كلها بترجع للكلمة، كان صلاح كان ليه لقاءات كتير وكان بيقول ان هو بيشجع برشلونة او هو من محبي برشلونة، لان انت عارف الناس تنقسم، يا اما انت مع ريال مدريد او مع برشلونة، فهل هي ممكن يكون يعني هو كمشجع او من جمهور برشلونة، ولكن ان هو يبقى واحد من اللعيبة بتاع الفريق، هل ممكن يترك ليفربول لانه كمان هو تأقلم على الحياة الإنجليزية اصلا؟ يعني هو انا شايف ان هو صلاح ذكي جدا، يعني لو خد خطوه هيبقى حاسبها مليون مره قبل ما ياخدها طبعا، حتى لو خدنا بالنا بتنقلاته من فيورنتينا لروما لليفربول، لا يعني من بعد تشيلسي هو ابتدى يحسب 1000 حساب لكل خطوه له، وده ممتاز حتى في المواسم اللي بيوصلها بالطريقه اللي بي 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 بيسجل بيها حاجات كتيره جدا بيعملها في الملعب وبره الملعب، بتبين لا هو فعلا بيتعلم وبياخد خطوات ذكيه.
انا شايف ان في مثلا تجارب او موضوع التشجيع ملوش علاقه بيلعب فين، لان الموضوع بيدخل احترافيه شويه عكس مثلا عندنا في الدوري المصري. التشجيع بيفرق في ايه؟ يعني اوباميانج بيشجع ريال مدريد وكان حلمه يلعب في ريال مدريد، دلوقتي بيلعب مع برشلونه. اكيد لعيبه كتير كده مش ده بس. فهي الفكره في ايه؟ ان هو بالنسبه لبروجكت برشلونه نفسه او مشروع برشلونه نفسه، هل هو يقدر يتكيف على وجود صلاح؟ يعني ميسي مثلا مش مشي بسبب سقف الرواتب في الليجا وبسبب قواعد اللعب المالي النظيف ومشاكل برشلونه الماليه عميقه جدا وقويه جدا. صحيح. هل كمان مشروع اعاده بناء الفريق؟ طبعا هو صلاح طبعا احنا قلنا افضل لاعب في العالم، واعتقد هم كمان ممكن يكون عندهم من الذكاء ان هو يعني يبقى عنده حد زي محمد صلاح بعد كميه الشعبيه الكبيره اللي حصلت في الدوري الانجليزي بسبب وجود محمد صلاح، فممكن يكون هو عايز برضو يستفيد من هذه الشعبيه الكبيره اللي موجوده في العالم. يعني طبعا هو يتمنى هو هيكسب الجماهيريه. هو طبعا نادي جماهيري من اكبر الانديه في العالم، بس برضو الجماهير الخاصه بصلاح نفسها زي ما بنلاقي لعيبه كتير زي جماهير ميسي وجماهير رونالدو، هو عنده جماهيره، عنده قاعدته الكبيره. كمان اداؤه في الملعب، هو مستواه في الملعب بيؤهل ان هو يختار فريقه الجاي. السؤال الاخير قبل ما نقفل التويته بتاعت طبعا مدير اعمال صلاح رامي، يمكن كانت عامله مشاكل بالنسبه لليفربول لما يعني عمل تويته كده وقالوا على تويتر انه بيتريق شويه، هل برضو تحس كده انه في المفاوضات في كده اجواء مش مريحه يعني؟ ما يعني انا مش متفق مع اللي حصل من الطرفين، مش طرف بعينه، انا مش متفق مع ان القصه كانت تطلع وتتصدر والكره تلمس ملعب ده شويه وده شويه. القصه لو كانت مشيت في الخفاء ما كانش بقى في مشاكل من الاساس. يعني هو انا ضد ان هو، لان نموذج مينو رايولا بتاع ان هو يعمل مشاكل عشان يجيب اكبر عقد مش هو النموذج السائد. صحيح. لكنه النموذج الشاذ في المعادله، فمش دايما هو الصح. انا كنت ضد تماما ان ده يحصل. ده أكيد. عموما الأيام هتكشف عن ده، وجميل أنه يفضل صلاح عموما هو تحت الأضواء طول الوقت، مادام هو طالما هو في الملعب وبيقدم كل يوم بيقدم كل يوم مستوى جديد. هو صلاح بيفاجئ العالم طول الوقت وبيعمل مجهود كبير جدا. نتمنى له التوفيق، وهنتابع معاكم أكيد طول الوقت معلومات كتير. الناقد الرياضي إسلام مجدي بشكرك شكرا جزيلا. عايزه اقول لحضراتكم النهارده في التاسعه يعني قبل ما نطلع فاصل، عايزه اقول لكم عندي لقاء مع الفنان علاء مرسي، وانا سعيده جدا بلقائي النهارده مع الفنان علاء مرسي، لانه الفنان علاء مرسي يعني كمان اتربى في بيت يعني والده خريج جامعه الازهر، فهذا العالم يعني الامام الخطيب اللي ربى هذا الفنان هو كمان، عشان تعرف قد ايه الازهر في مصر وسطي، كان يعشق السيده ام كلثوم، يستمع اليها، يتابع الافلام، يتابع حاجات كتير مختلفه، وبالتالي حتى نشا الفنان علاء مرسي محبا للفن في بيت والده الازهري. الحقيقه هنتوقف عند حاجات كتير جدا، عند مشواره، عند يعني بعض الحاجات اللي كان بيقولها، عند قدم يعني هل هو راضي عن ما قدمه، هل لسه في المشوار حاجات، هل هو والجيل بتاعه مين القريب منه، مين اللي بعد، مين اللي حواليه. هنقف في محطات كتيره جدا انسانيه وايضا فنيه مع الفنان علاء مرسي في نهايه لقائنا اليوم. تعالوا نكمل معاكم الاخبار بتاعتنا. يعني الحقيقه عايزين يعني هنشوف نكمل اخبار كلها بعد الفاصل. عندي مجموعه من الاخبار كمان، هنتكلم عن مهرجان الاسماعيليه، وهنتكلم عن كمان تقلد الفنان حسين فهمي منصب رئيس مهرجان القاهره السينمائي في دورته القادمه باذن الله. اسئله كثيره، محطات كثيره، كلها في انتظاركم بعد قليل في التاسعه. بحب قوي لما محافظات مصر بيكون فيها كده حالة فنية حلوة. يعني دايما هتلاقي كنا يعني من شهر كان عندك الحالة الفنية موجودة جدا في الأقصر،
وطبعا دلوقتي الحالة الفنية انتقلت إلى الإسماعيلية، وإحنا الحقيقة عندنا محافظات أجمل من كده مفيش، كل محافظة ليها طابع، كل محافظة ليها روح. النهاردة انطلقت فعاليات دورة 23 مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية القصيرة، وده في قصر ثقافة الإسماعيلية. وطبعا الحقيقة المهرجان ده من المهرجانات المهمة واللي بيكون فيها فعلا فيها أفلام مبذول فيها مجهود كبير جدا وعلى درجة عالية من الإبداع والإتقان. تم خلال المهرجان تكريم مخرج الأفلام التسجيلية الكبير عواد شكري، وكمان هيتم خلال الحفلة عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كيلا ريمون فيران الدولي للأفلام القصيرة. وطبعا زي ما انتم شايفين دي البوسترز الخاصة بالمهرجان، والمهرجان الحقيقة بيبقى لايق على الإسماعيلية. الإسماعيلية كمان دلوقتي كمان بعد التحديث وبعد طبعا يعني قناة السويس الجديدة وبعد الأشياء الجديدة اللي حصلت في الإسماعيلية بقى شكلها الحقيقة جميل وبديع، وهي أساسا كمان محافظة جميلة أصلا يعني. فأعتقد وجود هذا المهرجان فيها بيدي طاقة حلوة قوي كبيرة فيها. بمناسبة هذه المهرجانات الفنية زي ما قلت لكم يمكن قبل الفاصل، الفنان الكبير حسين فهمي اللي عاد لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بقرار من السيدة وزيرة الثقافة، وهو طبعا المهرجان المصنف ضمن الفئة الأولى في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. طبعا احنا عارفين انه مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان مهم جدا، الفنان حسين فهمي تقلد هذا المنصب في دورات طبعا سابقة. خلينا نعرف الكواليس ونعرف كثير من الأخبار من خلال الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. مساء الخير يا طارق. أهلا شفك، ازيك؟ مساء النور. مساء النور، أخبارك إيه؟ تمام. الأول قول لنا أخبار مهرجان الإسماعيلية إيه؟ أنا بحب المهرجان ده، بحب الأفلام دي. طبعا ليك حق، أنا لسه يعني لسه الحل منتهي فورا، عشان كده رجعت على طول عشان نعمل الزوم. أيوة. الحقيقة إنه المهرجان فعلا زي ما أنت قلتي مهم قوي إن يبقى فيه محافظات موجودة. كان فيه مهرجان أسوان للمرأة. صحيح. وبعدين كان في مهرجان بعدها على طول الاقصر للسينما الافريقيه، والنهارده احنا في الاسماعيليه الافلام التسجيليه والقصيره. ودول طبعا اكتر حاجتين مهملين مع الاسف، والاضواء عليهم قليله، عشان كده كان مهم قوي مهرجان الاسماعيليه يتقدم. والحفل كان الحقيقه بسيط جدا، وكان في افلام مهمه عرضت، افلام عالميه في الافتتاح. الصمت كان فيها هو البطل. المهرجان بيلقي الضوء على هذا النوع من الأفلام اللي مع الأسف بتموت بسبب عدم الاهتمام. والسنة دي في حاجة مهمة جدا، مهرجان الإسماعيلية كان بيحرم المركز القومي للسينما بينتج أفلام، فكان في الدورات الأخيرة لم تكن هذه الأفلام من حقها أن تتنافس على الجوائز. تمام. كويس، لغوا ده، رجع السنه دي الحمد لله، لانه خوفا طبعا كان الحجه او والسبب اللي اقدر اقول ان هو له شيء من المنطق لكن ليس كل المنطق، انه المركز هو اللي بيقيم المهرجان فازاي يبقى له افلام. طبعا هنا العصمه بيد لجنه التحكيم. طبعا. يعني احنا لا نتشكك في لجنه التحكيم، ما دام جبت لجنه التحكيم بتدي للاجمل، سواء يبقى انتاج المركز او مش انتاج المركز. طبعا. مش ده هو الموضوع، او الاكثر ابداعا او الافكار حديثه او جديده. اكثر جمالا، يطلع مصري ما يطلع، ما يطلع سوري، مصري، لبناني، فرنسي، ايا ما كان جنسيه العمل. أيوة. الفني دون النظر لجنسيه العمل. طيب انا اقف امام الاجمل، هو ده المهم. انا هنا عايزه اسالك استاذ طارق، لانه المخرج سعد هنداوي من المخرجين المتميزين الحقيقه. طبعا. فتقلده طبعاً. بقى منصب رئيس المهرجان، هل ده اطفى على المهرجان يعني حاجه جديده؟ الحقيقه برافو عليك سعد، فعلا اولا هو مخرج جيد جدا، عنده خبره في المهرجانات. تمام. عموما واشتغل كتير في مهرجانات مهمه، فبالتالي اختياره كان صائب من دكتورة إيناس عبد الدايم وزينب عزيز اللي هي رئيسة المركز القومي، اختيار في محله. يعني اختيار فعلا هنداوي اختيار صحيح جدا، وهو عنده قدرات في الاختيار، يعني في اختيار الأفلام بقى اللي بتشارك. يعني هو مش مجرد رئيس مهرجان، هو أيضا متذوق جيد للسينما، فبيقعد مع فريق العمل
وبينتقوا افضل الاعمال الفنيه في بساطه بدات من حفل الافتتاح. ده هو ده ما يحسب لحاج سعد الهنداوي، حفل بسيط لكن حفل سينمائي بجد، شفنا السينما. طب انا عايز اسالك عن التكريمات اللي انت اشرتي لها، ومنها ايضا تكريم خيري بشاره. طبعا في النص الثاني بقى خيري قال لي، يعني خيري حب انه شكري عواد شكري ياخد حقه من الاضواء. شوفي الجمال طبعا، وعمر الراجل ما قال كده، يعني شوفي جمال خيري بشاره. طبعا لو خيري بشاره خد التكريم في الافتتاح مع عواد شكري اكيد هيسرق الكاميرا، صح؟ طبعا اكيد. شوفي جمال بقى خيري بشاره طبعا قرر ان هو يبقى تكريمه في الاخر، ايوه، عشان يدي فرصه لعواد شكري. طبعا انا طبعا انا شايف يعني التفاصيل دي هي الابداع. طبعا مش بس الابداع، هي دي الروح الحلوه، الابداع الانساني. طب انا حاجتين بس، علشان انا عندي اسئله كتيره ليك جدا طارق. يعني عندي سؤال برضو عايزه، الخط العام اللي انت شفته في نوعيه الافلام، الموضوعات، ما هي الموضوعات؟ لانه السينما التسجيليه الحقيقه هي السينما دقيقه. هل اطلعت؟ انا عارفه انها ما اتعرضتش، بس هل انت، انا عارفه انك انا عارفه ان انت دؤوب بتبقى عايز تعرف هم جايبين ايه. يعني بصي، هو من المرحله الاولى الافتتاح تعامل مع الصمت، يعني ودي هارمونيه مخرج بقى. يعني سعد الهنداوي هنا اشتغل مش مجرد رئيس مهرجان، لا، مخرج بيحس بالجمال. فكان اول حاجه اقدمها الصمت. في مثلا عاملين مئوية صلاح التهامي. صلاح التهامي ده احد عناوين السينما التسجيليه طبعا في العالم العربي طبعا كله طبعا. فطبعا هو رحل الله يرحمه، لكن معمول له المئوية، وده كان بيرصد تاريخ مصر. السينما التسجيليه بترصد تاريخ مصر، هتلاقي من اول قيام ثوره 23 يوليو موجوده، خطب جمال عبد الناصر، كل ده كان بيعمله صلاح التهامي، بناء السد العالي، كل ما مر بتاريخنا المصري العظيم موثق في السينما التسجيليه. دي برضو اطلاله مهمه. طيب اخر حاجه بقى، علشان المهرجان ده يبقى شعبوي شويه، يعني يقدر الناس تتفاعل معاه زي مهرجانات السينما، وده مهرجان مهم، موضوعاته مهمه، وبيبقى كده في مجهود الحقيقه، لانه المده قصيره، تفاصيل كثيره، وبيلقي الضوء اما عن موضوع او عن حاله او عن ناس او عن بلد او عن تاريخ. ايه اللي ممكن يديله الزخم اكتر؟ هقول لك انا المهرجان ده عريق جدا، للدوره رقم 23، لكن الحقيقه هو بدا من 91. انا حضرت المهرجان في كل من بداياته، يعني من اكثر من 30 سنه، لان تعرف في ساعات كانت الدورات بتسقط ما بتتعملش، عشان كده العدد 23، لكن طبعا التاريخ اسبق. ايوه، كنا بنروح المقاهي ونعرض، كنا بنروح الجامعات ونعرض وندرس. فيعني يجب ان يتحرك، واعتقد انه سعد الهنداوي فكره الجامعات دي من الافكار الحلوه، انه يعود تاني للجامعات ويبقى، والمقاهي ويبقى والمقاهي موجود الدنيا، يعني بشكل عام يبقى الطف يعني. فدي طيب، هي من ضمن الحاجات، واظن او يبقى موجود على المنصات المصريه، على المنصه المصريه زي واتشت مثلا طبعا، يبقى في الافلام التسجيليه دي تبقى موجوده برضو، الناس بتبقى حريصه وكمان انها تتابع. في ورش مهمه معموله، احمد كمال طبعا ده فنان كبير قوي طبعا، عمل ورشه للتمثيل طبعا فشباب الاسماعيليه مشارك، حتى اللي عندهم هوايات فنيه هيقدروا يعبروا عن نفسهم في ورشه التمثيل اللي بيعملها فنان قدير زي احمد كمال. ايوه طبعا، كان ضيفنا على فكره في التاسعه، وتحدثنا عن كل هذا. طيب انا علشان وقتك، وانا عارفه ان انت وقتك معانا مش هيفوتنا، ان احنا ابدا نسال عن كواليس اختيار النجم، اعاده اختيار النجم الكبير حسين فهمي لرئاسه مهرجان القاهره السينمائي. والعصفوره قالت لي شويه كده يا طارق انه الكواليس دي كانت دايره بقالها 4 سنين، المعلومه صح؟ وما هي الكواليس؟ ده سنه هقول لحضرتك. اولا حسين فهمي احد القامات الفنيه، ومش محتاج لشهادتنا، هو يعني تاريخه حافل طبعا، وهو زي ما انت قلتي في المقدمه راس المهرجان 4 دورات سنه من 98 لغايه 2001. مظبوط. في 2018 وانا في لجنه السينما رشحنا حسين فهمي ان يراس المهرجان، وتحمس في الاول، ولكن كان له بعض اشتراطات انا مش في حل ان انا اقولها عشان يوافق. المهم المره دي لما دكتوره ايناس عبد الدايم اعادت الترشيح، اكيد حسين درس كويس قوي الموقف، وحسين انت عارفه عقلاني جدا طبعا،
درس الموقف كويس وقرر ان هو يترأس هذا المهرجان العظيم. ولازم اقول ان حفظي عمل نقله نوعيه، وحسين اكيد هيضيف. حسين مش هيجي يعمل مهرجان شبه اللي فات، هيعمل حاجه فعلا فيها روح حسين، انا واثق. وعشان كده اختار طائب جدا من دكتور ايناس عبدين لهذا الفنان العظيم، اللي هو لن يقبل رئاسه المهرجان الا اذا كان لديه خطه للاضافه. طب ايه اكبر تحدي ممكن يواجه الفنان حسين فهمي بعد طبعا المنتج والكاتب محمد حفظي؟ عوده الجمهور للمهرجان، انا رايي ان ده البند رقم واحد. عودة الجمهور يعني عودة الناس تروح السينمات لما الناس. يبقى فيه مهرجان. برافو عليك. حفظي بدأ، يعني كان فيه خصام أو برودة بالأحرى بين الجمهور وبين مهرجان القاهرة. حفظي بدأ في إنه يعرض بره الأوبرا في شوارع مصر في وسط البلد في أكتوبر، صح. كلنا الحقيقة ده كنا عايزين بنبقى يزيد حريصين، شوية. لانه الناس كانت حتى مش لازم يتابع السجاده الحمراء ولا يروح المهرجان، بس كان صح. بيروح السينمات ويستمتع هو كمان، وتبقى هي دي المشاركه، يعني هو ده احنا الجمال. عايزين نرجع الثقافه دي، طبعا تعود ثقافه ان الجمهور يروح، ودي طبعا محتاجه لمرونه. ممكن صحيح نرخص التذكره، يعني اذا طبعا. قلنا التذكره ب 60 جنيه مثلا، ليه ما تبقاش في المهرجان ب 30 في السينمات اللي بتعرض افلام المهرجان؟ هيجي لك جمهور اكتر. أكيد يعني كلها أشياء في كمان افكار كتيره. لازم تطرح قبل الدورة. طيب في كلام كمان على إنه كلنا عارفين إن المدير الفني للمهرجان مهم قوي، لأن المدير الفني عنده الحقيقة شغل طبعا كتير قوي قوي، اختيار الأفلام، السفر، الدول، المهرجانات طبعا التانية، طبعا المشاركات وهكذا. هل هيكون في أيضا تغيير في المدير الفني الموجود حاليا؟ يعني هي الكرة عند حسين وهو واخد كل آه. صلاحيات لاختيار فريق توقعاتك يا العمل. طارق، يعني ما تخرجش منها بدبلوماسية، توقعاتك دايما عندك انا توقعات. يعني عندي شوية اخبار بس ما ايوه اقدرش اقولها لانه حسين هو الوحيد المرغوب بيه انه يقول، لكن عايز اقول لك مصر ذاخرة الحقيقة بمن يصلحه للإدارة طب الفنية. خلينا احنا نقول، خلينا احنا نطرح من التساعة وانت قول اذا كان ده ينفع ولا لا. مش عايز يبان ان انا بزكي اسماء، يعني هل مثلا ده هو الحدث الشخصي. سؤال ممكن يكون، هل ممكن مدير الفني لمهرجان الأقصر مثلا يبقى هو المدير الفني لمهرجان القاهرة لا السينمائي؟ سؤال يعني عايز خبيث اقول كده. برضو مش عايز اطرح اي قرارات، ايوه انما حسين عنده مساحات كتيرة للاختيار ومفتوح امامه، ومصر مليئة بالكفاءات اللي تصلح للإدارة الفنية. بس عايز اقول لك حاجة مهمة، اصل انا حسين كنا بنسافر مع بعض، كان طبعا حسين مش مجرد رئيس مهرجان كده، لا لا طبعا بيشوف طبعا كل الافلام. طبعا يعني هو نفسه بموضوع إدارة مدير فني عند هو حسين في الاختيارات، بس ده لا يعني ان هو لوحده، هيبقى معاه مدير فني ومعاه فريق من الكفاءات، وحسين قادر على الاختيار اكيد. طيب السؤال الاخير، وحاسم جدا. اكيد سؤالي الاخير ليك استاذ طارق، ايه النصيحه اللي تقولها للفنان حسين فهمي، خاصه وانه أشياء كثيرا تغيرت حتى في الوسط الفني، في الإنتاج، في المهرجانات، حتى المهرجانات الفنية في العالم حصل، يعني زي ما بنقول يعني حصل يعني قلة في الإنتاج بسبب الظروف اللي موجودة، كورونا، وإحنا داخلين كمان عندنا حروب دلوقتي. فما هي النصيحة اللي توجهها النهاردة لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي للمرة الثانية الفنان حسين فهمي، تقول له إيه؟ لا حسين مش محتاج لنصيحة، هو أكيد عارف إن الدنيا اتغيرت. يعني في 98 لما رأس المهرجان بنتكلم على أمنيات، تقريبا بلاش نقولها ربع نصيحة، قرن. أمنيات. لا هو حصل زي ما انت قلتي في تغير في الطبيعة الإنتاجية، وأيضا تغير في الحصول على الأفلام غير الزمن من ربع قرن اللي كان حسين رئيس مهرجان. أكيد التفاصيل دي كيف تحصل على أفلام هامة، حفظي كان عارف مع المفاتيح وعارف. أنا واثق إن حسين أيضا سيتعرف على المفاتيح وهيجيب افلام مهمه لمهرجان القاهره. الدنيا اتغيرت، الابجديه اتغيرت بتاعت المهرجانات، وحسين قادر على التحديث. هو دايما حسين قيمته ايه؟ ايه اللي مخلي حسين موجود لغايه دلوقتي في الحياه الفنيه؟ المرونه، مرن جدا، بيحدث دايما ادواته، بيستقبل اكتر ما بيرسل. حسين قارئ جيد لكل شيء، مرن في تقبل اي انتقاد. كلها الحياه عوامل بتصب لصالح اختياره، وواثق انا ان الدوره 44 ستبقى دوره تليق بمصر وتليق ايضا بحسين فهمي. طب سؤال شعبوي زي ما بيقولوا، سؤال اخير استاذ طارق، يعني سمعنا انه كان في ارتياح وسعاده كبيره باختيار الفنان حسين فهمي او عودته،
يعني هو يعني ما كانش مطروح ربما عودته من جديد، ولكن يعني العودة واختياره عملت بهجة شوية لدى الوسط الفني. لا في 2018 حسين كان هو في قرار من وراء المهرجان، فدايما حسين مطروح كرئيس مهرجان هو اللي اعتذر في 2018. بس اقصد يعني انه كمان الاختيار ده والناس يعني استقبلته بشكل كبير من الترحاب يعني. طبعا وعلى المستويين مش بس الفنانين، لا كتير من النقاد والصحفيين سعداء باختيار حسين فهمي، يعني مؤكد يعني المساله مش بس انه نجم والناس بتحبه، لا حسين فاهم الشغلانه. أكيد يعني أكيد. مش فقط نجم، مش فقط واجهة، حسين فاهم قوي يعني إيه مهرجان سينما عالمي يليق باسم القاهرة. كمان الخبرة والإحساس بما يجري في العالم بشكل عام، لأنه هي السينما مراية للي بيحصل في المجتمع طبعاً. كله أو حسين كل عنده مقومات عديدة، أهم ما فيها المرونة والشباب. الرجل أكيد. لا يزال يعني فريعان شبابه الفني، ده الواد التقيل يعني هيروح فين يعني، ده هيفضل طول عمره هو. اكيد زي ما هو مرنته وثقافته وخفه دمه كلها هتبقى الجزء، هيدي كل ده، هيبقى المهرجان شبهه اكيد. وحسين دايما بيخلي الحاجه، حتى لما رأس مهرجان القاهره الاربع دورات كان مهرجان شبه حسين فهمي، دي حقيقه هيخلي مهرجان شبهه. طبعا حسين شكله حلو فالمهرجان هيبقى حلو يعني، هو اكيد هيبقى حلو. عندي احساس انه حسين فهمي سيضيف لمهرجان القاهره، واختيار حقيقي، اختيار صائب جدا من دكتور ايناس عبد الدين بانه يسند الرئاسه لحسين فهمي. اكيد. انا بشكرك وخلص بقى المهرجان عشان داخلين على رمضان يا طارق، وعندنا تحليل كبير للدراما طبعا يعني يشرفك. ان شاء الله نلتقي ان شاء الله، كل سنه وكل الامه العربيه طيبه وانت بخير. وانا بشكر الناقد الفني طارق شناوي من مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه، وباخد الجمله الاخيره اللي قالها الاستاذ طارق الشناوي، هو بيقول حسين فهمي او النجم الكبير حسين فهمي سيضيف الى مهرجان القاهره السينمائي في دورته القادمة رقم 44، ويشيد طبعا باختيار يعني وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدين. طيب يعني كلها أخبار حلوة، الوسط الفني بيبقى مرتاح طبعا، حد بقيمة حسين فهمي أكيد هيكون في إضافة. فاصل، وبعد الفاصل هيكون مازال عندي أيضا أخبار في التاسعة، ولقائي بالفنان علاء مرسي، وأنا سعيدة جدا بلقائي بالفنان علاء مرسي، لأنه هنتكلم كتير عن الفنان لما بيكون بيقدم أدوار مهمة، مش بالضرورة يكون اسمه هو رقم واحد على الأفيش، ولكن وجوده ممكن يكون من أهم الأدوار لما يبقى موجود في فيلم مهم. التاسعة تبحث وتنتظر معكم بعد قليل. فنان معجون فن، وأنا سعيدة أن قدمنا له الدعوة هنا في التاسعة، لأنه عاد إلى حنين التلفزيون المصري بالنسبة للفنانين اللي اشتغلوا فيه، بالذات استوديو 10 وطن، فهو عاد بحنينه إلى وطنه وإلى جيله. هو ابن جيله جدا، فنان علاء مرسي ابن جيله، جيل الثمانينات اللي قدم حاجات وكان بيحاول يعني يغير حاجات كتير، ودخل في وسط عمالقة، فدخل بطريقة بأنه يقدر يعمل حاجة مختلفة. علاء مرسي اتولد أو عاش في المدينة المنورة، تربى في المملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى دسوق وهو تربى في بيت رجل فاضل أزهري، إمام خطيب، ولكنه رجل متنور وسطي، يستمع لأم كلثوم، يشاهد الأفلام المصرية الجميلة اللي كلنا تربينا عليها، فبالطبيعي جدا أنه ينشأ علاء مرسي في بيئة لطيفة جدا، محبة متدينة، وأيضا بتقدر الفن الراقي الجميل. طبعا هو يعني قدم أعمال كتير قوي، وتخرج من معهد الفنون المسرحية، وكمان أول مسرحية كانت كوبري الناموس، الناموس هو اللي أخده على المسرح، وبالتالي دخل إلى عالم الفن. بالمصادفة
هنا في استوديو 10 كان نجم من نجوم رمضان في أعمال كتيرة جدا درامية وفنية ومنوعات وفوازير، فيعود في 2022 على مائدة التاسعة بعمل في خريطة رمضان بإذن الله على شاشة القناة الأولى ملف سري. علاء مرسي ضيفي في التاسعة، مساء الخير. اولا انا مش عارف اقول لك ايه غير ان انا عاجز عن الشكر ليكي انك انت اديتيني شرف المقابله معاكي في برنامجك. ده انا اللي اتشرف والله، لانك انت من الاعلاميات العزيزات على قلبي على كل المستويات، المستوى الشخصي والمستوى الاعلامي والفني. اشكرك والله. اولا انت ليكي قدر كبير جدا عندي، وبمجرد استدعائي جيت ولبيت الدعوه فورا. عملت معايا حاجة عظيمة جدا غير اللقاء، ان انت جبتيني في مكان، المكان ده صاحب فضل بعض ربنا وبعض اشخاص عليا، في ان اكون انا قاعد دلوقتي كفنان مستضاف بسبب ان انا دخلت هذا المبنى وحصل في حالة ابداع واحتضان من اساتذة كبار جدا احتضنوني في استوديو 10 ده بالتحديد. صحيح. وفي هذا المبنى العظيم اللي هو بيتي الاساسي، حنين كده، في حنين رهيب. وانت مش عارفه انا الحاله اللي انا فيها وانا قاعد بره، وحاسس كده بحاله فيها فرحه وفيها شجن وفيها ذكرى. طبعا. ذكرى كنت اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كانت تدوم هذه الايام الجميله، ولكن هو ده قدر الايام ان تعدي وتخلص ويجي ايام اجمل ان شاء الله. ان شاء الله. هنا ليالي الحلميه، هنا اول ليالي الحلميه، اول مشهد امثله في حياتي احترافا يعني طبعا كان هنا مع الاستاذه محسنه توفيق. طبعا. ومع ابن توفيق، ابن توفيق البدري. ابن توفيق البدري. ومع الاستاذ ممدوح ابو علي والله يرحمه. البيت ده كان دافي قوي جدا، توفيق ومحسنة توفيق وعلي البدري بالذات في الحلقات الجزء الثالث، ودول كانوا شخصيات بالنسبة لي أنا كمتفرج أو متلقي. أيوة. قبل ما انضم إليهم هم شخصيات من السحاب، يعني شخصيات بحلم إن أنا أقابلها، لأن كان خيال المؤلف الأستاذ أسامة أنور عكاشة وخيال المخرج الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ وقيادة الأستاذ ممدوح الليسي والإقطاع الإنتاج، والحالة دي كان ده بالنسبة لنا حلم. عايزين نلمسه وعايزين ندخله. اللي هو أنا اسمي مكتوب في ليالي الحلمية بالظبط. هل أنا هنا للعلم إن أنا عملت في هذا الجزء 6 مشاهد فقط. في الجزء الرابع 6 مشاهد هم بتوع توفيق البدري. أيوه. أنا حاسة إنهم كانوا أكتر، وأنا حاسس إنهم أكتر. أيوه. لأنه أنا كنت مع ورق حلو ومخرج. صحيح. عظيم وممثلين كبار عظماء. ايوه، لانك كمان شخصيه محوريه، ابن توفيق البدري، وكان في خناقه كده كانت عجيبه. الشخصيه، وانا ما كنتش وانا بتفرج على اجزاء الاولانيه وهو صغير ما كنتش متخيل ان انا اللي هبقى ده، ولكن الحمد لله بفضل ربنا. بس قولي بصراحه، كنت تتمنى تعمل دور تاني في الحلميه؟ اي كنت دور مين؟ قولي. انا كنت حابب الدور اللي كان عامله حجاج عبد عظيم مع الاستاذ صلاح السعداني. الادوار دي كانت دي اللي اول حاجه خيال، عايز اعمل حاجه كده. ولكن الحاجه العجيبه ان الاستاذ اسماعيل اختارني في حاجه مغايره مختلفه. غير متوقعه مني، ولا يعني جديده ان انا اجي امثل شخصيه زي دي مركبه شويه، واول حد تطرف، واول حد. صحيح. يعني كانت بالنسبه لي خطوه جريئه جدا. صحيح. والعجيب ان انا لما دخلت الاستوديو ده طبعا كنت مش فاهم حاجه، مش عارف اتعامل، لحد ما وقفت ورا الديكور على اساس ان انا خلصنا المشهد، فوقفت ورا الديكور بحسب ان هنعيد تاني، ففجاه سمعت صمت في الاستوديو. وتقريبا الناس مشيت. فبالصدفه الاستاذه عبله كامل معديه، فلقيتني وقفتي توقف كده ليه؟ قلت لها مستني، قولوا لي هعمل ايه؟ قالت لي يا حبيبي ده بريك، ده مشيوا، انت تروح تاكل دلوقتي. انت خلصت. انت بالمناسبه خلصت. ولكن كان بعمل مشهد فلاقي الممثلين بيسقفوا لي، يعني فكره ان كان احساسهم بالاخر، وده لسه جاي من المعهد وجديد، ان هم احتووني جدا. بس شوف كده وانت بتتكلم، يعني الكاتب اسامه انور عكاشه كتب من امتى عن التطرف وعن الارهاب؟ يعني كتب من بدري قوي. طبعا. انا بحب فيك جدا يا علاء، انت طول الوقت في معظم لقاءاتك بتحب تتكلم عن الانتماء
عن الهوية، عن إن الفن اللي ما يخلقش الهوية دي ويأثر في الجيل اللي هو عايش فيه ما يبقاش فن جيد. يعني هو اتخلق، ربنا خلق الإبداع والفن للتربية وللتوجيه وللجمال ولتذوقه، صحيح، ما خلقهوش للمتعة فقط. فكرة إن الفن هو للاستمتاع فقط، كوباية الشاي بنستمتع بيها، الأكل بنستمتع، الفن دوره أرقى من كده، تطهير وبياخد ويدي وتوجيه وبناء مجتمع. عشان كده رسالته، رسالة الكاتب بالتحديد، إذا لم يستقر أو يشوف المستقبل ويعالج المشاكل الحاضر، هو بالنسبة وينبه هو بالنسبة لي هو مش صحيح. يعني هو مجرد حد بيسرد. طيب أنا عايزة أغوص معاك في شوية حاجات كده إنسانية حلوة طبعا. بس عايزة أبدأها من إحنا، أنت كلمتنا عن ذكرياتك في رمضان، لأن اللي أنت عملته هنا ليالي الحلمية، فوازير شريهان، حاجات ومحتاجات، زيزينيا كله رمضان، أيام المنيرة كلها كانت رمضان، كلها وهنا. رمضان وفي كلها خريطة رمضان بالظبط. وانت دلوقتي 2022 بنتكلم عن خريطة رمضان، ده بعد توقف كمان، ده العجيب بقى. إيه؟ انا بقالي 4 سنين تقريبا متوقف عن رمضان، فاحنا وشنا حلو عليك طبعا. انت كده داخل راجع طبعًا رمضان طبعا، راجع رمضان من استوديو 10 ومعاكي استوديو 10 ان شاء الله، ومعاكي وده يعني هقوله لك ان شاء الله هيبقى مسلسل حلو. امين يا رب. انا يا رب. سعيده ليه ملف سري من الموضوعات اللي فيها الوطنيه طبعا، واللي فيها الانتماء والهويه طبعا. فكره كلمه الشرف، عارف فيلم كلمه شرف طبعا، فريد شوقي، احمد مظهر، وكلمة شرف اللي احنا احيانا بقينا ننسى الاخلاق والمبادئ الحلوة دي اللي تربينا كلنا عليها. صحيح. فالعودة كمان في ملف سري بالنسبة لك عاملة ازاي؟ العودة دي جت من خلال الاستاذ ريمون مقار والاستاذ محمد محمود عبد العزيز كمنتجين يعني، ومن خلال الشركة المتحدة، انه اختاروني لشخصية جديدة. وأنا فوجئت بالمخرج إن هو شايف في علاء جزء تاني كان يشوفه المخرجين اللي أنا عشرتهم، وبعض المخرجين بقوا يشوفوا علاء اللي هو يجي للبسمة وللضحكة وشكرا، ولكن مش للتمثيل، مش للشخصية. فإن هم شافوني ده أنا تمسكت بيهم جدا، من غير ما أعرف هو الشخصية رايحة فين في الورق اللي جاي أو السيناريو، لمجرد الفكرة، لمجرد الفكرة أنا مسكت فيهم وقلت لهم أنا تمام، عم فتحي ده أنا تمام. شخصية بالنسبة لي جديدة، مش جديدة كورق، لا جديدة تفاصيل، جديدة كفكرة، وإنه الورق نفسه السيناريو هو نفسه، إنه يتكلم عن حقبة معينة وانه يناقش قضايا كتير جدا فيها الاخلاق وفيها الشرف زي ما حضرتك قلتي، وفيها الانتماء للوطن ده العظيم. ده انا كده جندي بمارس مهمه حقيقيه ومهمه وفرض لازم اعملها، بصرف النظر انا كممثل، استمتاعي كممثل، او استمتاع الجمهور بيا كممثل، لا ده لازم اعمله، انه انا عندي رساله طبعا، وانا سعيد اني بعمل الرساله دي. انا مبسوط بالتجربه جدا وبالشخصيه جدا وبالعمل كله وبفكرته. اول مره تشتغل مع الفنان هاني سلامه ولا حصل قبل كده لقاء؟ انا الحاجه العجيبه ان انا في الوسط ده بقالي سنين، انا عمري ما قابلت هاني سلامه وجها لوجه لحد اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها. لان انا كمان في المسلسل الى الان لم التقي معاه في مشاهد. ولكن هذا الممثل الفنان الجميل، النجم الجميل هاني سلامه، أنا من الناس المعجبين بيه يعني. كممثل أنا شايف إن هو ممثل بيطور من نفسه، ممثل بيختار كويس، ممثل جامد، عنده كمان من مدرسة الأستاذ يوسف شاهين كمان، اللي هي مدرسة خاصة جدا اللي طبعًا بتعتني بالممثل، بتعتني بعينيه وبتفكيره. فهاني ممثل لطيف ومهم ومبدع، وعلى المستوى الشخصي كمان انا سمعت عنه كلام لطيف جدا، فانا مبسوط ان انا بشتغل معاه. خلصتوا المسلسل ولا لسه؟ لا لسه، انا لسه جاي من عندهم اساسا. التصوير كنت بصور معاهم النهارده، وتقريبا احنا شويه عندنا في رمضان في الاسبوع الاولاني حاجه تقريبا. طيب اكيد هيبقى فيه كلام كتير عن طبعًا المسلسل طبعًا لما تبدا طبعًا بقى الماراثون بتاع رمضان. هرجع بيك للمدينه المنوره. الحقيقه انا برضو يعني يمكن من الحاجات اللي كنت بستغربها هي النشأة بتاعتك. يعني والدك كان يعني استاذ وامام وخطيب وشيخ من شيوخ الازهر، واحنا عارفين انه الازهر هي المدرسه الوسطيه الدينيه المحترمه في مصر.
طبعا. يعني ازاي هذا الشيخ الجليل تربى في بيته فنان؟ يعني احيانا تقول جات ازاي؟ السؤال ده او الـ 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 الجزئيه دي بالتحديد في ناس بتقابلني اللي هي مش فاهمه فقول لي يا عم ده انت راجل ابن شيخ، راجل بتاع، راجل شيخ وبتاع، ايه اللي يمشي ايه اللي وداك للفن يا عم؟ ولكن هي كانت وجهة النظر ان هو رحمة الله عليه الشيخ مرشد دمراوي، انا كنت وانا طفل بشوفه بيستمتع جدا بالاستاذ صلاح منصور مثلا في مسلسل الزوجة الثانية طبعا، ولاقيه بيتفرج وايامها طبعا التلفزيون ابيض واسود وبيرعش كده وبتاع، هو تلاقيه ما كانش عاجبه المشهد بتاع التحايل على الدين ده. ولكن هو كان معجب باداء الراجل ده العمدة ده، والاقيه منفعل بيه ويبتسم له وفي نفس الوقت انا بروح معاه صلاه الفجر وخطبه الجمعه هو اللي بيخطبها في المسجد وبعدين بيتكلم عن الفن انه رساله، وانه ست ام كلثوم ديت كانوا هم طلبه في الازهر، طلبه معممين بيجمعوا مبلغ عشان يروحوا يتفرجوا على حفله ست ام كلثوم اللي كانت بتقدم كل اول شهر. فكره ده انه عنده الحته، انه كمان هو كان شايف فيا ان انا الولد الشقي اللي بدخل اقلد الناس واعمل، ففي احساس نفسي اطلع ممثل طبعا، عايز اطلع زي الراجل اللي انا بشوفه في التلفزيون ده مثلا الاستاذ عادل امام وهو بيعمل مسلسل مثلا بيتذاع، فانا منبهر وقاعد قدام، انا بعيط له ان هات لنا تلفزيون فيجيب لي التلفزيون، انا حاسس ان انا مرتبط بالحاجه دي. عمره ما قال لي غلط ولا حرام ولا عيب غير حاجه واحده، اهتم بدراستك، خلص واعمل اللي انت عايزه، واعمل اللي انت عايزه. فكره الخوف على الابن دايما من فكره انه هو ما فيش مهنه ثابته، انه هل الفن ده طريق بحر انت هينط الميه هيروح فين؟ انما لو هو هيطلع مهندس هو عارف هيطلع فين، مدرس هيطلع هيروح فين. في مهنتنا احنا الدنيا برضو مش واضحة، مفتوحة جدا ومش واضحة ووارد، بس هنا بقى تربية البيت هي اللي بتعمل الصيانة دي طبعا، يعني هي الزرعة. اللي بتربي الزرعة والعضلات. انه انا لما كنت اكذب كطفل ان انا كنت فين، لا انا كنت هنا بكلم واحد صاحبي عشان هم بيذاكر معايا الكيمياء، فانا وانا كنت بلعب مثلا او بروح قصر الثقافة، فكان ده في عقاب بالعين رهيب جدا اقوى من الضرب. ده العين دي كلنا كنا بنترعب، يعني انا فاكره انه يعني كان والدي بس يبص لي العيون الدموع تنزل، خلص الموضوع، فيقول لك ما فيش مناقشه. طب انت او الخصام ان انا مش هكلمك، مش هرد عليك، نقعد نهاتي مع اولادنا. جيل تاني ده بقى، ده جيل بقى يعني ربنا معاه، هو ان شاء الله يبقى احسن مننا اكيد، لانه زمنه مختلف كمان طبعا، والميديا الحياه اللي حواليه فيها ازعاج اكتر. احنا الامور كانت كتير. عندنا سينما، بنروح السينما يوم الاجازه، شويه راديو حلوين وراديو ده، انما دولت محاصرين ما بين يوتيوب وفيسبوك وكذا وكذا طبعًا. وناس بترغي كتير جدا وناس طبعًا. بتتكلم طبعًا. واراء مختلفه متباينه، الصوت عالي في كل حته جدا، فده دوشه اكيد. الدوشه دي هم مبرمجين ليها، ولكن احنا عشان خوفنا عليهم فطول الوقت متوجسين خيفه كده. طيب احنا هنكمل كلامنا ما بين الانسان والفن ده، وعايز اطمن عليك الاول، هل انت في حال فني نفسيا افضل هذه الايام؟ لان كان عندك فترات برضو ما كنتش بتبقى راضي، وتسريحات ناريه وكلام انا كنت بقول حاجات عظيمه جدا وللاسف كان ساعات بتتحور بشكل تاني عشان المنشط، وده انا لاحظته في كذا حاجه، ولكن انا في الاخر بعيش فترات كده اللي هي انا بحب الفن بس. انا ما كانش عندي عمري طموح ان انا ابقى ممثل مشهور وامشي في الشارع ناس تشاور لي او اتصور او اعمل، بس انت بقيت، انا بقيت كده بس مش ده طموحي. يعني مش ده حلمي. انت عايز امثل بس، الممثل، فكره بس الممثل، انا عايز امثل، ما كانش انت تحت نظريه الممثل، بس انا عايز ابقى بحب الحاجه دي بعملها بقى، همثل بقى في البيت، همثل في الشارع، همثل في اللي هو خلوا مكنه التمثيل لو سمحتوا شغاله، لان لما بتعطل بتعطل، لان انا مؤمن ان الممثل العاطل هي مش فلوس، الممثل العاطل ده هدم طبعا، لانه دي ادوات ابداعيه مهمه تشتغل طول الوقت. ما ينفعش لو عطل، عشان كده ما بيحصل لي حاجه غريبه جدا، ما انا بحب الكتابه وبحب المزيكا وبحب الاخراج وبحب المونتاج، اقعد جنب اشوف المونتير بيعمل، يعني انا بحب حاجات تانية كلها متعلقة بالمهنة الأساسية طبعًا. أو الحاجة تكمل بعضها،
فلما بمثلش ممكن تلاقيني بكتب، ولما بكتبش تلاقيني بروح اخرج حاجه للشباب. زي الاوض، بتروح الاوضه الثانيه. بالظبط. بس انا عارفه الممثل، خليني اقول لكم الممثل بيفضل حتى ساكت، واول ما تدور الكاميرا بتلاقوا ناس ثانيه خالص طبعًا قدام الكاميرا. فنان علاء مرسي هكمل معاه الكلام وهساله، لانه هو عنده دايره، الدايره دي هي اللي بتسنده. كان فيها علاء ولي الدين طبعا، طبعا فيها نجم كبير دلوقتي هنيدي اللي طول الوقت معاه طبعًا، وفيها احمد ادم طبعًا، وفيها صلاح عبد الله طبعًا. يا ترى الدايره لسه واسعه؟ يا ترى لسه زعلان من احمد السقا؟ ده اللي هعرفه بعد الفاصل، خليكم معانا. الحديث مع علاء مرسي، لانه احنا بنتفرج بيحكي لي على ذكريات الناس والمشاهد. انا طبعا كان عندي سؤال قبل الفاصل، بس هسالك على المشهد ده، لان انت كان عندك فوبيا الصوت العالي، الاماكن، البحر، فانت في المشهد ده كله صوت عالي كنت عامل ايه؟ ده صوت عالي، وكمان في تزييق، التزييقه دي بترعبني، بتضايقني. والعارفة لصوت البالونه لما بيعملوها كده ويعملوا ده، يا الله. ده بصي، دي هو حلمي، عشان عارف ده عن من المعهد. فتقريبا هم بيعملوا الفيلم ده، فالشخصيه دي حطوا لها الطعم ده، فقالوا هو علاء، ما احنا عارفين ان هو بيعمل. فانت فعلا بتسد ودانك بجد. انا بجد جدا، لان هو بجد كمان كان بيضايقني بجد. حلمي بيخبط على حاجات ويعمل عشان انت تتاثر، عشان يضايق، عشان يطلع مني ذكريات حلوه. واحنا بنتفرج طبعا هنا، هرجع بقى لسؤالي الاولاني. انا عارفه ان انت يعني حبايبك كتير في الوسط، بس طبعًا في دايره حلوه. يعني انت يعني عشت كده في بيت علاء ولي الدين طبعا، وكلت الملوخيه طبعًا ورز يعني في اكل كان كتير في بيت علاء ولي الدين طبعا. وايه، وفي وقت ما كانش في اكل، احنا طلبه بقى. ايوه طبعا، يعني كنا في المعهد بقى، مصر الجديده بقى، وقعدت قعده حلوه. خدني وداني، قعدني بقى، وبيتهم كان طراوه. عارفه بمعنى كلمه الطراوه؟ مش بيتهم يعني، طراوه يعني ربيع كده، وانت احنا قاعدين الشبابيك مفتحه وفي هواء لطيف. بلكونات بقى مصر الجديده الحلوه، غريبه جدا. وبعدين انت قاعده شامه ريحه الاكل، الملوخيه البيتي، وشامه ريحه الفراخ وهي بتحمرها. الست العظيمه ام علاء رحمه الله عليها، رحمة دي الله عليه. دي ام حنونة جدا، تدخل عليك زي علاء كمان حنون جدا. هو كان واخد نسخة منها كتير. ايوه وده واحد جاي، هي مش عارفه هو داخل معاه واحد، مين ده القصير ده اللي انت جايبه؟ يعني هي بدات يعني مين يا واد ده؟ ده واحد علاء، لقيته في المعهد جبته معايا. فلقت الواحد ده عايش معاهم وبنام معاهم وبصحى افطر معاهم وبطلب اكل وعايز اشرب شاي وبتاع، يعني باقي ان انا اخد مصروف وانا نازل يعني. اروح عشت معاهم. ففضلت دي الدايره بتاعتك طبعا، احمد ادم، احمد صلاح عبد الله، وهنيدي واشرف عبد الباقي. طبعًا. يعني دول بقى المجموعه اللي ارتبطت. والعجيبه ان كلها ارتبطت، كل حد على حده، ولكن اكتملت الدايره عند علاء ولي الدين. صحيح. يعني يعني علاء يعرف اشرف لوحده، ويعرف هنيدي لوحده، ويعرف علاء مرسي لوحده. بس الدايره دي كلها فيها خفه الدم والكوميديا. ما هي صدفه ان كل دول الفتره دي كوميدي، وكلنا بنشتغل في المسارح طبعا، بنشتغل مشهد في مسرحيه، واللي بيشتغل مش عارف ايه، ولكن كان اكثرنا يعني تحرك في الحكايه كان ادم وصلاح، لانه بيشتغلوا مع الاستاذ جلال الشرقاوي والاستاذ صبحي. أيوة. فدول بالنسبه لنا يعني معديين الحكايه. أيوة. شويه. ايوه. انا وهنيدي في اتجاه الجامعه، وانا في الاكاديميه، وبعدين هنيدي بدا يتحرك شويه في المسرح مع الاستاذ. أيوة. سيد زيان، علاء مع المتحدين، بحكم ان هو توارث فكره المتحدين عن والده. فبقى كل واحد بقى ماشي في دريته، بس في النهايه في دايره واحده. اتجمعنا فعمل واحد بس، عمل واحد بس، اللي هو كان وانت عامل ايه. وده كان البدايه للجيل حقيقي. في حين ان هو كان المسمى بتاعه العمل ده، كنا احنا عارفين بنسميه مسلسل قصير، اللي هو بعد كده سموه سيت كوم، او تسمى بسيت كوم. وده كان اول سيت كوم. دي بدايه السيت كوم، دي بدايه السيت كوم. كملها بقى بعد كده اشرف عبد الباقي بقى طبعا، كملها. وادم عمل حاجه زيها. وعلى فكره عايز اقول لك، كان بيتذاع على القناه الثانيه في التلفزيون المصري طبعا، كان بيتذاع طبعا. طب ايه زعلك من السقا؟ يعني ايه اللي خلاك؟ هو الحاجه العجيبه بقى، هقول لك، انا احمد السقا انا ما زعلش منه، وهي فكره. عارفه لما انت يوحشك حد فجأة كده، أنا نفسي أشوفه. هل هي دي الفترة اللي علاء ولي الدين كده يعني إيه كان حصل كده؟ ما علاء مشي وده مشي، وين حصل
ثبات شويه. وحصل فرقه كده الا من بعض الثنائيات يعني انا واشرف على حده، انا وهنيدي على حده، مفيش الجامعه التجميعه دي. وانا يمكن صحابي انا اتربيت في وسطهم اكتر ما اتربيت في بيتنا. يعني طب الزعل كان لانه مثلا انت موجود ما بتشاركش في اعمال او ولا هم ما بيسالوش عليك؟ زعل شغل، هو زعل شغل. اشتياق لصاحبي، عشم. الحاجه العجيبه ان السقا، انا كان في لقاء فحد سالني السقا فانا سكت، فكلمني قال لي يعني ايه انا تتسال السقا تعمل صمت؟ فضحكت. هو كلمني بعديها وجالي البيت، وقف تحت بيتي يقول لي انزل لي دلوقتي. ده بعد الصمت، بعد الموضوع. ونزلت له، خدني في حضنه، حضن عجيب جدا. هل حس ان انت عندك حاجه فقالي عليك فجالك؟ انا في عملت حاجه؟ قلت له ما عملتش حاجه. قال لي امال عملت ليه كده؟ قلت له مش عارف، انا وحشتني وحشتني فناديت لك بقى، ما اعرفش هي جت. فانا بالنسبه لي هو ساق حد مهم جدا في حياتي. زيه زي هنيدي زي اصحابي كلهم، لكن انا هو بالذات اللي جه. عارفه اشتقت ان انا عايز ساق دلوقتي اشوفه، فليه ما بيسالش عني؟ عملت كده. فكره المنشطات بتعمل مشكله طبعا. يعني طبعا. انا في منشطه هقول لك على عجيب جدا. انا قلت انا خايف اموت مديون. فطبعا بقت قصه. فلقيت ناس بتصبي على عايز فلوس ولا ايه مالك؟ مش لا، انا بقول مديون. ان عارفه الدين طبعا، فكره الدين ان انا كذبت على استاذه شفقي. يعني قعدت معاكي وطلعت بره اتكلمت عليكي، فانا مش عايزه ابقى كده علشان دين ربنا هيحاسبنا. يعني انا فكره الديون ما هو الصيام اللي راح مني دين لازم يحصل. فانت عايز تبقى عامل كل اللي عليك. انا نفسي بس الواحد يمشي من الدنيا دي كويس. يعني لانه انا اكتشفت ان كل الناس اللي بحبها قوي مشيت. مشيت. فانا عارفه انا مؤمن جدا بده قدر، وانا راجل تربيت تربيه دينيه وتربيت في حضن مسجد ومقام سيدنا النبي. يعني انا عندي منطقه صوفيه عاليه جدا بحبها وتربيت فيها، فانا مؤمن بده. ولكن انا مشكلتي فكره ان انا ما صدقتش ان حبايبي مشوا. فبقت عندك كده يعني اشتياق بقى، خايف كده. بالظبط. ده عمل لك اكتئاب شويه فتره. يعني هل حصل مره مثلا انت شايف انه هنيدي بيعمل اعمال والسقا وصلاح عبد الله وادم بيحصل انك ترفع سماعه تبقى زعلان؟ طب انا معاكم بقى يا جماعه، ولا ده ما بيجيش من يعني بيبقى عندكم برضو بتبقوا عايزه هو يفتكر لوحده انت ما تسالش؟ انا على مدار شغلي في الشغلانه، انا بحب فكره، انا ما بحبش اطلب. يعني بقى كلنا نبقى اسعد لما تطلب. انا بتمنى نطلب. المطلوب والمحسوب اكيد احسن، اهم من الطالب. المحبوب اهم من المحب. اما تبقي محبوبه غير ما تبقي بتحبي. المحبوب ده رزق طعم. ففكره ان انا اطلب مش اطلب، لا، خاصه الفنان عنده منطقه عزه. طب مين اللي مره قال لك الله علاء انت فين؟ كلهم تيجي تعمل كذا. كلهم بيقولوا لي انت فين، بس ممكن ما تيجيش تعمل كذا، او يعني مش دي اللي بعديها. ولكن فكرة انت فين على مستوى الشخصي، على المستوى ده، على المستوى الفني، انا بتسأل الجملة دي من الناس في الشارع. طبعا. انت فين؟ انت رحت فين؟ هنشوفك السنة دي ولا لا؟ فمبقاش عارف ارد. يعني ان شاء الله ربنا سهل واطلع. طب انت قلت لي في الاول يعني دي اول مرة بعد 4 سنين تعمل حاجة في رمضان، ملف سري. عمل لك سعادة كده؟ سكة جديدة؟ انا بمجرد ما جالي التليفون واتقال لي في التليفون من استاذ ريمون ان تعالى عشان في كذا كذا كذا، انا تقريبا كنت نازل بالترنج. طبعا. يعني عارفة انا جاي. انا هروح امثل، انا هروح امثل وهمثل حاجه حلوه. انا هروح اعمل الحاجه اللي بحبها، انا رايح اقابل حبيبتي. يعني انا معشوقه التمثيل دي. انا بحب الحكايه دي جدا. انا يمكن عمري ما فكرت ان انا اكسب منها فلوس. هقول لك على حاجه، انا برضو لما اتربيت في جيل عامل كده وهو اللي علمني كده. يعني وانت ادرى، انت عشرتي هذا الانسان العظيم الفنان الكبير ممدوح عبد العليم. ممدوح عبد العليم عاشق للفن.
طبعا عاشق. وهذا وانا اول مشهد في حياتي امثله مثلته معه، يعني كل حياتي كانت مرتبطه بهذا الشخص في فتره زمنيه مهمه جدا طبعا. فاكيد انا اتعلمت منه العشق الافلاطوني للمهنه دي. العشق حقيقة. هو كان عاشق، هو كان عنده المساله، كان عاشق للمهنه جدا. تعالي بقى، مش هو ممدوح بس، ده اسماعيل عبد الحافظ نفس الحكايه، اسامه. فانا اتخذت من وانا طفل فني في وسط عظماء بالظبط. طب انا عايزه واحنا في الحاله دي عايزه اوريك صوره كده، استاذن زميلتنا هاله تحطها. دي جوكر. وقتها لما الصوره دي نزلت قالوا عايزين نعمل جوكر مصر، صح؟ ايه الصوره دي؟ بس انا جالي مسلسل مع الاستاذ احمد الجندي في حلقات رمضان ان انا اعمل شخصيه واحد رئيس عصابه. مسلسل لطيف كده اتعمل في رمضان، كان احمد فهمي فيه، وشباب بتوع مسرح عبد الرحمن توتا، شباب طبعًا. جميله جدا. فانا لما رحت عشان اعمل كده ضيف شرف، فانا بقول للاستاذ احمد الجندي هو انا هعمل الشخصيه دي، انا عايز اعملها كده مختلفه. فقال لي ما تعملها الجوكر. قلت له الجوكر؟ فراحوا جابوا لي اللبس ده وجابوا لي وبقت هي دي الشخصيه. وانا بعملها انا جالي احساس ان انا بتحول، يعني بيحصل لي حاجه كده تقمص. وبدات اقول حاجات غريبه وامثل بطريقه غريبه، انا مش عارف ده جالك منين، مش عارف ليه انا دخلت كده في المود ده. فلما اتذاع لقيت السوشيال بتتداول المشهد كتير والصوره دي بتنتشر كتير، فدماغي راح. عشان كمان كان في فيلم الجوكر ده اخد اوسكار كمان، كان في متزامن طبعا. فرحت انا قاعد اتفرج على الفيلم ده، وبعدين الفيلم ده جريني لكل من عمل الجوكر، فلقيتني انا بعمل الجوكر زيهم. وكويس انا موجوده جداً. هو يعني وكويس. فبدات افكر في الفيلم. فكتبت فيلم انا ومجموعه، وجبت الاستاذ عادل اديب، عرضت عليه الفكره ووافق، وصلنا لشخصيه حلوه جدا، والفيلم مازال قيد التنفيذ. فاتكتب ان هناك فيلم الجوكر علاء مرسي هيعمله. انا بعديها كلمني صديق ليا من الكويت وقال لي انا هنتج لك الفيلم ده لان انا شايفك الشخصيه دي. بعديها حد صديق ليا برضو من السعوديه قال لي ده بقى بعيد عن الانتاج، ده راجل صديقي، ده تاجر يعني. فقال لي انا هدخل انت الوسط بتاعكم ده عشان اعمل لك الشخصيه دي، انا حابب الجوكر ده. يعني لسه الجوكر ده ممكن نشوفه قريب يعني ان شاء الله في خلال السنه دي اكيد هيبان له حاجة. طيب انا عايز ارجع اسالك برضو عن التقمص. يعني الفنان اصله المصري ده، يعني احنا عندنا بالذات شخصيات متنوعه، والممثل زي الصوره دي، انت هنا هتلر، انت متقمص هتلر. طبعا. بس ده هتلر الكوميدي، كان في جزء كبير كوميدي لانه الفيلم كوميدي. ولكن انا في لحظه هنا عملتها بجد جدا. المشكله عندي بقى كانت في الالماني، ان لازم اتكلم الماني. انا هتلر عشان اعمله كده انا اتفرجت على قصه حياته، فاكتشفت ان الراجل ده حزين طول الوقت. ايوه طبعا. وعنده مشكله كبيره جدا مع النساء وخاصه والدته. فانا خدت كل ده عشان تتقمص، تعمل الروح دي تطلع منك. وانا جوه الشخصيه دي طبعا طلبوا مني الماني، فالالماني ده هيعطلني انا. لو قعدت 50 سنه مش هتعلم الماني خالص. فعندي انا لغه بيني وبين اصحابي كنت بتكلم بيها كل الناس اصحابي، لغه اسمها لغه الهاطه. لغه الهاطه دي ان احنا نقول اي كلام. ايه بقى ادينا حته كده بالهاطه. جمبر ليديت سويتنج برازين جمبر لايس. اوكي يقول لي اوكي شامبر لايس عمر، يلا بينا سميث، يلا بينا سميث مستكاتس مستكيتس مش عارف ايه. كان علاء ولي الدين بيتكلم بيها كتير. فاللغه دي انتشرت بيني وبين اصحابي لدرجه ان هي عدوى فبقت تكبر. فهي شويه فيها الماني يعني، فيها الخنفرليزم. وكانت الفكره اللغه دي شابدشليب. الحاجات دي. وهي كانت الفكره ان احنا نتكلم بقلبنا وبالمعنى اكتر من نتكلم لفظا، يعني ده كان الفكره اللي احنا بنتكلم بيها. ان احنا اصحاب فاهمين بعض، لنا لغه خاصه، لغه الاحساس. علاء انا فاهم انت عايز تعمل ايه، يعني هي الفكره كده. فانا هنا قلتها في جمل. فمشيت مع الشخصيه بقى مشيت. ولكن الاستاذ احمد الجندي هو اللي كان قافشها، لان هو كان عارف ان انا ابوه نفسه محمود الجندي اللي هو صاحبي بيروح لهم البيت بيتكلم زي كده، لان هو بيجي لي بيقعد جمبرليه زي محمود وبيروح يقول كده. فهو عارف ان علاء مش بيتكلم الماني، ف
فجالي وكان بيعطلني في جملتين. بوخس زبوخ زبوخ اللي هو الكتاب، لان انا كنت بتكلم على الكتاب كتير، فكان بيوقفني عشان اقول جمل صحيحه. الباقي قال لي بقى اعمل اللي انت بتعمله ده لان مفيش فايده فيك في الالماني، بس عدت ككوميدي. طبعا لو انا بعمل الشخصيه دي بقى قصه حياه هتلر طبعا لا ده لا لازم لا، واحنا عندنا دلوقتي تداعيات حرب وحاجات في الشخصيه طبعًا. ممكن تيجي يعني من كتر ما انا ببقى عارفه قد ايه انت بتحب مصر وتربيت طبعًا. في بيت فيه هويه طبعًا. انت شايف مصر ازاي؟ مصر ده مصر دي الحياه. مصر دي العقيده. يعني انا بالنسبه لي دي الحب الكبير عندي بلدي دي وطني. انا بالنسبه لي مصر لازم اقف واقول حبيبتي. يعني انا بالنسبه لي الوطن ده ايماني بربنا سبحانه وتعالى مرتبط بايماني بوطني. بمعنى انه دي جزء من العقيده الوطن. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اكتر شيء يحرك قلبه الشريف اشتياقه لمكه طبعا. فاحنا ده من احنا خدنا منه عليه الصلاه والسلام ده، ومش هو بس، الوطن عند الانبياء والمرسلين وكل العلماء وكل الساده القاده المحترمين، هو الهويه، هو الحياه، هو فالله يحفظها. بلدنا عظيمه مصر بالتحديد. لا اعرفي قيمتها اول ما الطياره تبعد عنها طبعا، تحسي بلدنا فيها خير غير عادي. انا لما بصاب هو انا مش مواطن بعاني من غلاء، هو احنا واقفين عند كده ليه؟ انت لا صح، انت احسن من غيرك. اطلع بره هتعرف انت ملك اكيد. فالله يحفظها يا رب. ودي احلى كلمه انا هشكرك عليها، ومستنياك في رمضان نتكلم على ملف سري لما يتذاع ويبقى فيه نجاح. وساعدنا ان احنا اول ناس هنناك انك ترجع تاني استوديو اللي انت بدات وعملت فيه احلى الاعمال، ويطلع منه ان شاء الله ملف سري ويبقى فيه كل الهويه الحلوه. يا رب يا رب. وانا بشكرك وبشكر العظيم التلفزيون المصري العظيم، تلفزيون بلدنا، وبشكر برنامجك الجميل. وانت في الاخر هقول لك على حاجه، انت طبطبتي عليا ان جبتيني. يعني احنا بنطبطب عليك كلنا، ده شغل برنامج كامل. الفنان علاء مرسي انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله يبقى مسلسل حلو. وبتمنى لحضراتكم تكونوا قضيتوا سهره حلوه معانا يوم الخميس. التاسعه مستمره غدا باذن الله في نفس الموعد، الزميله دينا عبد الكريم. اما انا القاكم الخميس المقبل باذن الله، تصبحوا على الف خير.